مراسلي قناة حلب اليوم من قصف جوي استهدف ريف إدلب ضمن حملة تصعيد لقوات النظام وروسيا. القصف الجوي المستمر على إدلب وحماة يخرج مشافا ميدانية عن الخدمة ويتسبب بنزوح عشرات آلاف المدنيين. الجيش الوطني ينسحب من بلدات سيطر عليها شمال حلب ومباحثات تركية روسية لنشر قوات في تل رفعت. حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، وإلى التفاصيل حيث قتل وجرح أكثر من 20 مدنيا جراء قصف لطائرات النظام وروسيا استهدفت عشرات القرى والبلدات في ريف حماة وإدلب. وقال مراسل قناة حلب اليوم إن طائرات النظام الحربية استهدفت الأحياء السكنية في بلدة ترملة بست غارات جوية، ما أدى لمقتل رجل وابنته وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال بجروح متفاوتة. وأضاف المراسل أن طائرات حربية تابعة للنظام استهدفت بالصواريخ الأحياء السكنية في مدينة كفرنبل، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين أحدهما ممرض، إضافة إلى دمار في المنازل والممتلكات. فيما طال قصف مماثل قرية دير سنبل، ما أدى لمقتل امرأة وإصابة مدنيين اثنين. وذكر مراسلنا أن امرأة قتلت وأصيب طفلان في قرية سطوح الدير جنوب إدلب نتيجة استهداف القرية بالصواريخ الفراغية من قبل طائرات النظام الحربية. أفاد مراسل قناة حلب اليوم بأن الطائرات الروسية قصفت بعدد من الصواريخ مشفى بلدة حس بريف إدلب الجنوبي. أكد مراسلنا أن مشفى نبض الحياة في بلدة حس خرج عن الخدمة بالكامل عقب استهدافه بغارة حربية روسية بشكل مباشر دون معرفة حجم الخسائر البشرية. كما تعرض مشفى كفرنبل الجراحي لقصف جوي روسي ما أدى لخروجه أيضا عن الخدمة. في غضون ذلك تسبب القصف المكثف لروسيا وقوات النظام بحرمان 250 ألف طالب من التعليم في محافظة إدلب. قال مدير دائرة الإعلام في مديرية تربية إدلب مصطفى حاج علي في تصريح لوكالة سمارت، قال إن القصف المكثف لروسيا وقوات النظام تسبب بإغلاق قرابة 800 مدرسة. نفس نفس الله اكبر نفس الله اكبر نفس يا الله يا الله يا الله أوريات أوريات نفس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تعرضت نقطة المراقبة التركية في قرية شيرمغار غرب حماة لقصف مدفعي مصدره قوات النظام، فيما شنت الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام عشرات الغارات على ريف حماة وإدلب. للمرة الأولى منذ التصعيد العسكري للنظام وروسيا على ريف حماة وإدلب، قصف مدفعي مباشر يستهدف نقطة المراقبة التركية في قرية شيرمغار بريف حماة. مراسل حلب اليوم أفاد بتعرض النقطة التركية لثلاث قذائف مدفعية مصدرها قوات النظام المتمركزة في قرية الكريم بسهل الغاب. وعلى إثر الحادثة هبط 3 مروحيات تابعة للجيش التركي في نقطة شيرمغار لنقل 4 مصابين بحسب ما أفادت به وكالة دميرورين التركية. روسيا وفي محاولة لخلق مبررات لتصعيدها العسكري بريف إدلب وحماة قالت إن فصائل محافظة إدلب يعملون على تشكيل ما أسمتها مجموعة ضاربة بهدف التقدم إلى مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام.
موقع روسيا اليوم نقل عن فيكتور كوبيتشيشين مدير مركز حميميم الروسي أن من وصفهم بالمسلحين يحشدون قواتهم في مدينتي لطامنة وكفرزيتا بريف حماة شمالي، وأن عمليات الحشد تحت قيادة هيئة تحرير الشام. نظام الأسد زج بطائراته الحربية من طراز سوخوي إلى جانب المروحيات في حملة القصف على ريف حماة وإدلب، حيث نفذ بالإضافة لطائرات روسية عشرات الغارات الجوية مستهدفة أكثر من 25 بلدة وقرية، حيث خلفت الغارات الجوية عشرات الضحايا. عشرات الآلاف بريف حماة وإدلب يرزحون تحت وطأة القصف الجوي، إضافة إلى آلاف آخرين دفعهم التصعيد للنزوح إلى الحدود السورية التركية وأصل غياب أي بوادر للتهدئة. وللمزيد معنا من إدلب مراسل قناة حلب اليوم بدر كوجك، وأيضا من الريحانية الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى. أهلا بكما، أبدأ معك بدر. التصعيد مستمر في ريف إدلب وحماة، ما هي آخر التطورات هناك؟ نعم عمار، ما زال الخطوط الجوي لهذه اللحظة مستمرة على إدلب وريف حماة. أكثر من 100 غارة تم شنها اليوم في الصباح اليوم على محافظة إدلب وريف حماة بشكل عام. استهدفت هذه الغارات القرى السكنية التي المأمونة بالسكان، كما استهدفت مشفى نبض الحياة في بلدة حاس حيث خرج عن سلمة، كما استهدفت أيضا مشفى الجراحة في مدينة كفرنبل وخرج عن سلمة أيضا. الاستهداف يكون للمنشآت والمؤسسات التي يستفيد منها المدنيون بشكل عام. حركة نزوح كبيرة جدا تشهد المنطقة باتجاه الشمال السوري باتجاه مدينة عفرين وعزاز والباب. تلاقينا أيضا المخيمات متواجدة في أطمة ومحيط مدينة أطمة، وتشهد أيضا ازدحام سكاني بشكل كبير جدا بسبب الطيران الذي يشنه الطيران الذي يشنها قوات النظام على محافظة إدلب وريف حماة. تركز القصف الآن على مدينة كفرنبل ومحيط مدينة كفرنبل وجبل شحشبر، كما طال القصف أيضا عدة قرى أخرى في مثل أحشم ومرعناز وجرجانات، عفوا وعدة قرى أخرى وكثرة سجنة، أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، كما تشهد شخصان في كثرة سجنة بسبب القصف الأخير الذي استهدفته قوات النظام طائرات النظام على أدلب. طيب أرجو أن تبقى معي سيادة النقيب، مرحبا بك مرة أخرى. السؤال الذي يطرح نفسه ربما، ما الذي يجري في إدلب رغم أن المحافظة مشمولة باتفاق خفض التصعيد؟ اللهم مساءكم، تحياتك وأنا مراسلكم الكريم. حياكم الله أخي. ما زال التصعيد البربري والقصف الهمجي من قبل الروس المحتلين وأيضا الميليشيات الطائفية وقوات نظام أسد المجرمة على المدنيين والقرى الآهلة في السكان في ريف حماة وريف إدلب جبل الزاوية وجبل شحشمو وقرى محيطة. مثل ما ذكر اليوم مراسلكم، تركز القصف على المدنيين والمشافي التي يستفيد منها المدنيين في علاج أنفسهم وعلاج جرحى والمصابين. طيب كيف تفسر يعني قيام الطيران الروسي والنظام باستهداف المشافي تحديدا، ولماذا لا يواجه عسكري، يعني لماذا لا يواجه النقاط العسكرية صح التعبير في إدلب؟ أخي الكريم، الروس منذ أن تدخلوا في سوريا هم لم يستهدفوا إلا المدنيين، لم يستهدفوا إلا المراكز التي يتجمع فيها السكان والأسواق والمشافي التي يستفيد منها. هم يرتكبون المجازر بشكل فظيع على مرأى المجتمع الدولي، واليوم نحن في إدلب نرى هذا النزوح من المدنيين إلى حلب وإلى الحدود السورية مع الجانب التركي. طيب هل يمكن للفصائل هناك أو الجيش الحر، كيف يمكن لكم أن يعني تخففوا هذه الخسائر على المدنيين في ظل هذا الاستهداف من قبل النظام والروس المدنيين تحديدا؟ أخي، نحن منذ هذا التصعيد قمنا بالرد على كافة هذا القصف وهذه الخروقات من قبل العدو الروسي. قمنا باستهداف المواقع العسكرية والحواجز التي تحيط في المنطقة في منطقة سهل الغاب، وأيضا في معسكر جورين وفي معسكر بريدج والتلملح. حققنا إصابات مباشرة في صفوف القوات المحتلة وصفوف الميليشيات الطائفية، حققنا إصابات في بعض الآليات
والمركبات التي يستخدمها العدو. طيب أرجو أن تبقوا معي. بالعودة إليك بدر، يعني ماذا عن مصير النازحين من المناطق التي تتعرض للقصف؟ إلى أين يتجهون؟ ما هي أحوالهم؟ نعم عمار، أحوال النازحون بشكل عام الذين خرجوا من المناطق تشهد في الصعيد من سرقة الذي تشهد المنطقة يتجهون الآن إلى أطمة، إلى المحيط المحيطة في بلدة أطمة. تم إنشاء أكثر من مخيم هناك يأوي النازحين ويتم قدومهم إليه عن طريق التنسيق بإرسال مناديب من كل منطقة إلى هذه المخيمات وإنشاء مخيمات جديدة لاستيعاب الأهالي الخارجين من المنطقة. طبعا في الحليب الشمالي والشرقي من محافظة حلب الأهالي يقصدون المدن المحيطة بالسكان كأعداد وعفرين والباب وجرابلس. القادمون إلى هذه المناطق يعملون على استئجار المنازل تمكنت قدراتهم الماليه من استئجار المنازل، بينما البقيه يذهبون للبحث عن مياه في المخيمات المحيطه في المنطقه لدخول المخيمات هربا من قصف النظام وطائرات النظام التي تشن غارات عنيفه جدا على محافظه الدير وفي رياح حماه بشكل عام. شكرا جزيلا لك بدر كوجاك مراسلنا، طبعا للتصحيح من جرابلس وليس من إدلب، و يعني نتمنى السلامة لكل أهلنا في إدلب ولمراسلنا الذي تم استهداف منزله وتدمر أيضا ونجا للمرة الثانية من الموت المحقق. بسؤال أخير إليك سيادة النقيب، يعني كيف تقيمون سيادة النقيب؟ هل أنت لازلت معنا؟ نعم. هل أو كيف تقيمون الموقف التركي في ظل يعني هذا التصعيد غير المسبوق يعني في إدلب من قبل الروس والنظام؟ الموقف التركي، نحن متواصلين مع الأخوة الأتراك في من خلال نقاط المراقبة المتواجدة، ولاحظنا استهداف النظام المباشر لنقطة المراقبة في الشير مغار من يوم أمس التي أوقعت بعض الإصابات وجرحى في نقطة المراقبة. الأخوة الأتراك يعملون جاهدا ويبذلون جهد لدبلوماسي وسياسي لإيقاف هذا الهجمة أو هذا التصعيد من قبل الروس والميليشيات الطائفية المجرمة. أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا. الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى كنت معنا من الريحانية. ندد الأهالي في قرى وبلدات ريف حلب الشمالية عبر تظاهرات ووقفات احتجاجية التصعيد العسكري من النظام والروس على ريف حماة وإدلب الذي أسفر عن سقوط ضحايا ونزوح الآلاف. التصعيد العسكري من روسيا ونظام الأسد في ريف إدلب وحماه والرد من المدنيين لا من العسكريين في ريف حلب الشمالي والشرقي. عشرات المدنيين والناشطين خرجوا في مظاهرات احتجاجية بمناطق عدة أبرزها جرابلس معبرين عن رفضهم للتصعيد العسكري. خرجنا في هذا اليوم نصرة لأخواننا المستضعفين في ريف إدلب ضد هذا النظام المجرم القاتل الذي لا عهد له ولا ذمة، وضد الطيران الروسي الفاجر الذي استنصره هذا النظام الفاجر، وضد كل قوى الشر المعينة له والتي تسانده في الداخل والخارج، لنكون عونا لأخواننا ونعاهدهم. ونحن في جرابلس ولسنا فقط من جرابلس، من كل بقاع سوريا نحن. في قرية سجو شمال حلب أيضا نظم مجلس العشائر والقبائل السورية وقفة احتجاجية للسبب ذاته، آملين أن يصل صوتهم إلى المنظمات الدولية والضامنين لوقف التصعيد العسكري. اجتماعنا اليوم اجتماع طارئ صار، هي عبارة عن وقفة احتجاجية لما عم يقوم فيه النظام الأسدي وميليشياته بالقصف الصاروخي وتدمير القرى والتغيير الديموغرافي في إدلب وريف حماة الشمالي. حبينا نحن نوصل رسالة للعالم كله أنه الضامن للنظام هو روسيا، إذا كان روسيا بدها من يضمنها كيف ضامن النظام؟ مئات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة انهالت على عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب وحماه وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وتهجير مئات الآلاف من المدنيين إلى مناطق قد تكون أكثر أمناً. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد فاصل قصير.
تقارير مسربة تؤكد عمل الأمم المتحدة بسرية لنقل إدارة عملياتها الإغاثية إلى مناطق سيطرة النظام. أهلا بكم من جديد. انسحبت قوات الجيش الوطني من بلدات شوارغا والمالكية ومرعناز بريف حلب الشمالي بعد السيطرة على أجزاء منها خلال معارك ضد وحدات حماية الشعب الكردية. يبدو أن المحادثات الروسية التركية بدأت تترجم على الأرض بشكل فعلي في منطقة ترفعت بريف حلب الشمالي. الجيش الوطني وبدعم من الجيش التركي أطلق معركة في محيط ترفعت وسيطر خلال الساعات الأولى منها على قرى مرعناز وكشتعار والمالكية بعد اشتباكات وقصف مركز على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة. السيطرة لم تدم طويلا، يعود الجيش الوطني ويعلن انسحابه من تلك القرى نتيجة كثافة الألغام الروسية المزروعة في منطقة العمليات بحسب المتحدث باسم الجيش الوطني الرائد يوسف حمود. الحمود قال أيضا إن مدفعية النظام والميليشيات الإيرانية كثفت رماياتها المدفعية على منطقة العمليات والقرى المحيطة بها كقرية مريمين ومدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وهو ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المدنيين. وزارة الدفاع التركية قالت في بيان لها إن جنديا تركيا قتل وأصيب آخرون في منطقة غصن الزيتون في هجوم لوحدات حماية الشعب المتمركزة في تل رفعت. فيما نقلت وكالة فرات عن مصدر عسكري في الجيش الوطني أن أكثر من 10 عناصر من وحدات يبيجي قتلوا وأصيب آخرون خلال المعارك التي دارت بين الطرفين. بدوره قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي إن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة ترفعت، وذلك بعد يوم من تبادل للنيران عبر الحدود، مضيفا أن بلاده ستقف عند ترفعت حسب الاتفاق وأن تركيا ستواصل العمليات على طول حدودها لحين القضاء على التهديدات التي مصدرها قوات يبيجي المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا.
تعرضت سيارة مدنية غربية مدينة أعزاز بريف حلب الشمالية لاستهداف من قبل وحدات حماية الشعب الكردية. أفادت جريدة عنب بلدي بأن قوات يابيغي المتمركزة في المنطقة استهدفت بصاروخ حراري سيارة أحد المدنيين على طريق كفر خاشر غربية مدينة أعزاز، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية. وكان الجيش الوطني أعلن طريق أعزاز عفرين الشط منطقة عسكرية بعد أن استهدفته وحدات حماية الشعب الكردية، ما أدى لمقتل عسكري تركي. اتهم تقرير لشبكة فوكس نيوز الأمريكية الأمم المتحدة بالعمل بسرية لتحويل جميع عملياتها الإغاثية من الأردن إلى دمشق، ما سيمكن النظام من السيطرة على المساعدات الإنسانية وتحديد الجهة المستفيدة منها. وبحسب تقرير سربته مؤسسة الإنساني الجديد الصحفية، عقد اجتماع مغلق في أوائل نيسان علم الحاضرون فيه أن مكتب عمان لمنظمة أوتشا سيتم حله نهاية هذا العام، ما يعني أن جميع الطلبات الإغاثية سيتم تمريرها لمكتب دمشق بموافقة النظام. كما نقل التقرير عن المجلس السوري الأمريكي أن نقل الأعمال الإغاثية إلى دمشق يثير مخاوف العديد من المنظمات الإغاثية وكذلك الهيئات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الدكتور زكي لبابيدي رئيس المجلس السوري الأمريكي من واشنطن. أهلا بكم دكتور زكي على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، لماذا يعني تحاول الأمم المتحدة العمل بسرية على نقل مكتبها إلى دمشق؟ طبعا هذا السؤال موجه للأمم المتحدة. نحن في المجلس السوري الأمريكي لا نرى أي سبب لنقل المكتب من عمان لدمشق. هذا راح يعطي النظام يعني قوة أكبر ليتحكم بالمساعدات، وبتصير المساعدات يعني سلاح آخر بإيده يستعملوا ضد الشعب السوري، ويمكن أن يتحكم بأي منظمة تستلم مساعدات وأي منظمة ما تستلم مساعدات. عدا عن ذلك نحن بنعرف تاريخ النظام، وأي مساعدات إنسانية وصلت لدمشق بفور من قبل وهلا راح تستعمل بطريقة هو يخدم فيها أهدافه ويكافئ فيها مناصرين للنظام والجولة يعني الجوقة اللي حوله انه يستفيدوا من المساعدات بغض النظر انه بيعوها او ياخذوا مصاري من المناطق اللي جابتهم من المناطق اللي عم يتوزع فيها المساعدات. جميل، وهذا طبعا ما بدنا يصير. طيب السؤال هنا في ظل كل هذه التبعات اللي عم تتحدث حضرتك عنها دكتور، يعني لاحظنا في الخبر يعني هذا الخبر يثير أو هذا التسريب يثير مخاوف عديد من المنظمات الإغاثية بما فيها الهيئات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية. أنتم في على أو أنتم على الأراضي الأمريكية وكمجلس سوري أمريكي، ما هي الخطوات التي يمكن أن تقومون بها من أجل أن تقف واشنطن ربما بوجه هذا المشروع؟ نحن مثل ما بتعرف على تواصل دائم مع أعضاء الكونغرس اللي هو أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ بالسنت، وطبعا وزارة الخارجية والبيت الأبيض. في تواصل دائم لأنه دائما في مشاكل بسوريا، مو بس هاي المشكلة اللي طلعت هلأ، دائما في شغلات بسوريا بنحكي فيها. بس هلأ طبعا هاي الشغلة نحن أول من نبه لها إنه شغلي لازم يعني نحاول بقدر الإمكان نمنعها من إنها تتنفذ، وما نحط مليارات الدولارات تحت تصرف نظام المجرم بدمشق، وتبقى توزيع الأموال المساعدات
تحت إشراف الأمم المتحدة بدون ما تتعرض لضغط النظام. مثل ما بتعرف أنت في تقارير من حوالي سنة إنه كان في من قرايبينه من اللي موالين له وكله عم يشتغلوا بمكتب الأمم المتحدة وعم يستفيدوا من المساعدات وعم يسرقوا وإلى آخره. حتى مساعدات تم تقديمها يعني تم تقديمها دكتور لجمعية البستان مثلا وهي يعني ميليشيا تقتل الشعب السوري في الداخل السوري مثال يعني. بالضبط بالضبط يعني هذا أي الشغلات اللي ما بدنا إياها تصير على مجال أكبر. هلا إذا نقلوا المكتب وصارت كل المصاري وكل المساعدات بدها تروح عن طريق دمشق. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الدكتور زكي لبابيدي رئيس المجلس السوري الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. ارتفع عدد المدنيين الخارجين من مخيم الركبان إلى مناطق أو إلى مناطق خاضعة لسيطرة نظام الأسد منذ بداية شهر نيسان المنصرم إلى نحو 10,000 شخص. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، قال إن 7,000 مدني و700 شخص غادروا مخيم الركبان حتى نهاية شهر نيسان الفائت، وأنه تم تسجيل الخارجين في واحد من 5 ملاجئ قرب مدينة حمص، مضيفا أنه غادر 3,200 شخص آخرين المخيم نهاية الأسبوع الماضي. فجر مجهولون عبوة ناسفة على طريق بصر الحرير إزرع في محافظة درعا، استهدفت باص مبيت لقوات النظام وسمع أهالي المنطقة المجاورة صوت الانفجار. وأفاد مراسل عنب بلدي أن المنطقة شهدت عقب الانفجار استنفارا أمنيا مع وجود إصابات بين عناصر قوات النظام دون معرفة العدد الحقيقي للقتلى والمصابين على خلفية التفجير، مشيرا إلى أن الحادثة تأتي بعد سلسلة عمليات اغتيال لمتعاونين مع النظام في محافظة درعا. أعلن قائد ميليشيا الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح أعلن إجراء عملية تمشيط لكامل الحدود مع سوريا، لافتا إلى أن هدفها هو منع محاولات تسلل عناصر تنظيم الدولة. وأوضح مصلح أن اتفاقا أمنيا حصل مع نظام الأسد بإجراء عمليات متزامنة على جانبي الحدود المشتركة، وأشار إلى أن الطرفين باشرا مهامهما وفق الاتفاق، وأن قواته أنهت عملية تفتيش مساحة أكثر من 230 كيلومترا من المناطق التي تعد ذات طبيعة جغرافية معقدة، فضلا عن كونها صحراء مفتوحة على محافظات مختلفة. أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء إطلاق قوات سوريا الديمقراطية الرصاص على المتظاهرين في بلدة السويدان بريف دير الزور الشرقي. وقالت صحيفة جسر المحلية إن قسد أرسلت فوجا عسكريا كاملا إلى البلدة بعد قطع الطريق العام وإغلاقه من قبل المتظاهرين. وأكدت الصحيفة أن قسد شنت عملية اعتقالات عشوائية بحق المدنيين. وبحسب المصدر فإن المتظاهرين تعرضوا لموكب قوات التحالف الدولي ورشقوه بالحجارة، مما أجبر جنود التحالف على التوجه لطريق البادية للوصول إلى حقل العمر النفطي. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. مكتب التربية والتعليم في مدينة جرابلس يقيم نشاطات فنية ورياضية للطلاب والمعلمين. أرقام ومؤشرات ترتفع وتنخفض، خسائر بمئات المليارات ونزيف بالثروة البشرية، تضرر كبير بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. نقترب من الناس ونسلط الضوء على همومهم وإنجازاتهم، ونحلل واقع الاقتصاد السوري ونناقش مستقبله مع خبراء اقتصاديين. كل ذلك في برنامجكم اقتصاد سوري، أقدمه لكم أنا براء باشا
على قناة حلب اليوم. أهلا بكم من جديد. نشرت الشرطة العسكرية التابعة للنظام الأسد حواجزها على الطريق الدولي حلب دمشق من جسر مدينة الرستن وحتى جسر مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي. وقالت صحيفة المدن اللبنانية إن الشرطة العسكرية بدأت حملة اعتقالات واسعة للشباب لسوقهم للتجنيد الإجباري والاحتياطي بعد أن نصبت حواجز على الطرق الفرعية بين الجسرين متجاهلة بطاقات التسوية وأوراق التأجيل الممنوحة لهم من قبل شعب التجنيد في مدينتي الرستن وتلبيسة. ونوهت الصحيفة إلى أن مجموع المعتقلين قارب 300 شخص معظمهم من أبناء الرستن وتلبيسة وريفهما. منعت ميليشيا حزب الله للعام الخامس على التوالي عشرات العائلات من أبناء بلدة معلولة من العودة إلى مساكنهم فيها منذ سيطرة النظام وميليشياته على البلدة. وشددت شبكة صوت العاصمة أن ميليشيا حزب الله اللبناني نفت عائلة دياب بشكل كامل بعد اعتقال قرابة 15 شابا من أبناء العائلة وملاحقة آخرين بتهمة الانتماء والتنسيق مع جبهة النصرة، كما منعت قرابة 20 عائلة من العودة إلى البلدة بشكل نهائي. وأضافت الشبكة أن الميليشيا قامت بإحراق عشرات المنازل بالتهمة ذاتها بعد تهجيرهم إلى شمال سوريا من قرى القلمون الغربي، فضلا عن إحراق عدد من مساجد المدينة بينهم مسجد معلولة القديم والمجد. نشرت وزارة الخارجية في حكومة النظام تعديلات على قانون دفع البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية. وفقا للبيان فإن المكلفين المغتربين لمدة لا تقل عن 4 سنوات يلزمون بدفع بدل قيمته 8,000 دولار أمريكي، في حين يطالب المولودون المقيمون خارج البلاد حتى بلوغ سن التكليف بدفع بدل قدره 2,500 دولار أمريكي. وأضاف أن كل مكلف تجاوزت إقامته أكثر من 5 سنوات ولم يدفع البدل ضمن مدة 3 أشهر يغرم ب50,000 ليرة عن كل سنة تأخير. ومؤكدا أيضا أن المكلف المولود خارج البلاد إذا تجاوز عمره 25 عاما ولم يدفع البدل ملزم بدفع 8,000 دولار بدل من 2,500 دولار. أقام مكتب التربية والتعليم في المجلس المحلي لمدينة جرابلس معرضا للرسومات ونشاطات رياضية شارك فيها طلاب ومعلمون. لوحات فنية ملأت الجدران من صنع أيادي الطلاب في مدارس مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي الذين وصل عددهم إلى 100 طالب وطالبة تحت إشراف مكتب التربية والتعليم في المجلس المحلي للمدينة. خلال اليوم تم افتتاح معرض الأنشطة الطلابية من أعمال يدوية ورسومات. طبعا هذه الأعمال من أعمال الطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي، شارك فيه عدد كبير من المدارس،
والآن نحن في فعالية أو نحضر فعالية مسابقة الشطرنج، شارك فيها ما يقارب 54 من معلمين وطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي. فعاليات عديدة قام بها مكتب التربية والتعليم، فمن المعرض إلى النشاطات الرياضية شارك بها طلاب ومعلمو المدارس. تضمنت هذه الفعاليات لعبتي البينبون والشطرنج، ووصل عدد المشاركين في اللعبتين إلى 80 طالب ومعلم. أنا معلم وشاركت مع فئة المعلمين، وكانت البطولة جيدة وتحضير جيد، وقد حصلت أنا على المركز الأول. طبعا كان هناك تفاوت في المستويات، ونرجو في المستقبل أن يستمروا في إجراء هذه البطولات طبعا، والاهتمام بالقاعدة الأولى، ثم الاهتمام بالإعدادي والثانوي، ثم إنشاء نادي خاص للشطرنج. جاء هذا الاهتمام في المجال الرياضي على وجه الخصوص بعد طلب من المعلمين والطلاب، وعمل على ذلك مكتب التربية والتعليم في المجلس المحلي لمدينة جرابلس، ووعد بنشاطات أخرى في قادم الأيام. نشاطات يقيمها مكتب التربية والتعليم في المجلس المحلي لمدينة جرابلس بهدف دعم النشاطات وتمكينها والتشجيع على الاهتمام بها. بدر كاجك حلب، اليوم مدينة جرابلس. يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريا يوم غد الاثنين السادس من شهر أيار لعام 2019 في كل من سوريا وتركيا ومعظم الدول العربية، بينما أعلنت سلطنة عمان أنه الثلاثاء. وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية بتركيا في بيان أن الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك وفق الحسابات الفلكية، فيما أعلن القاضي الشرعي الأول في وزارة العدل التابعة لنظام الأسد بأن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الاثنين هو الأول من شهر الصيام، وذلك أخذا بعدم اعتبار اختلاف المطالع بعد تعذر رؤية هلال رمضان في سوريا. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. شهر رمضان مبارك، صيام مقبول، وتقبل الله طاعتكم أينما كنتم وفرج عنكم همكم. دمتم بخير وإلى اللقاء.